عبر سكايب معنا مباشرة من عين عيسى مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوة سوريا الديمقراطية. سيد مصطفى، مساء الخير، أهلا بك معنا. الأخبار تتحدث بأن قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في الرقة، إلى حد الآن إلى أين وصلت المعركة؟ أو حتى بالنسب ربما ماذا تبقى من الرقة لكي يتم تحريرها بالكامل، سواء بالنسب أو حتى بالمناطق؟ مرحبا بكم. بالفعل بعد أن استكملت قوتنا تحرير حي السكنة انتقلت المعارك منذ يوم أمس وحتى الآن وأنا أتحدث إليكم معارك عنيفة في محيط المشفى الوطني ومحيط أو حتى في جنبات حديقة الرشيد، أشهر حدائق مدينة الرقة، بالإضافة إلى استمرار المعارك في أحياء المرور والمنصور وامتداد شارع تل أبيض. أيضا انتقال المعارك إلى محيط دوار النعيم، هذا الدوار الذي كان اسمه النعيم إبان سيطرة التنظيم الإرهابي على مدينة الرقة، أطلق عليه أهل الرقة اسم دوار الجحيم نتيجة لعمليات القصاص الكثيرة التي نفذها التنظيم الإرهابي في هذا الدوار. الآن هو تحت الرماية النارية لقواتنا، لا نستطيع أن نقول أنه محرر لكن هو مستهدف تحت الرمايات النارية لقواتنا. في هذا الإطار حاول التنظيم الإرهابي ساعات ما بعد الظهر لهذا اليوم وحتى هذه اللحظة تخفيف الضغط عن مرتزقتهم في تلك الأنحاء من خلال تنفيذ هجوم معاكس في حي الروضة في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الرقة، تصدى لها المقاتلون وما زالت اشتباكات مستمرة حتى الآن. آخر الأخبار التي وصلتنا من هناك، هناك ما يزيد عن مقتل 15 من مرتزقة داعش وما زالت اشتباكات مستمرة. عموما هذه هي أجواء المعارك بالنسبة لي. نعم، فيما يخص تحرير الرقة بالكامل، نسب المناطق المحررة إلى حد الآن وما تبقى من تحرير المنطقة، متى يمكن أن نقول بأن الرقة ستحرر بشكل كامل؟ نعم، في على مستوى الجدول الزمني إن لم تحدث مفاجآت عسكرية في هذا المضمار نتوقع أننا خلال فترة لا تزيد عن شهر سنزف إلى كل الشعب السوري بشرى تحرير مدينة الرقة. على مستوى النسبة المئوية نتوقع أنه ما زالت هناك ما نسبته 35% من مدينة الرقة، من مساحة مدينة الرقة هي ساحة اشتباكات بين مقاتلين وبين مرتزقة التنظيم الإرهابي. لكن هذه المعارك أو هذه المرحلة الأخيرة من المعارك لن تكون بسهولة المتوقعة، هي معارك تتداخل فيها قواتنا مع مرتزقة التنظيم الإرهابي، هناك الكثير من المفخخات من الألغام بالإضافة إلى ظهور الخلايا النائمة هنا وهناك، الجيوب المخفية في داخل أحياء المدينة. عموما هذه هي الأوضاع العامة لمدينة الرقة. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة. معنا سيد مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوة سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر السكايب من عين عيسى مباشرة.